أنظمة التقاعد بين حتمية الديمومة وآفاق الإصلاح البنيوي هو العنوان المؤطر لأشغال هذه الندوة الفكرية الملتئمة اليوم بالرباط بدعوة من حزب الحركة الشعبية. فاعلون ومختصون قاربوا مداخل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب لضمان ديمومة مكونات هذا النظام الذي يواجه بعضه صعوبات مرتبطة بالعجز المالي. الآن في المغرب النظام ديال التقاعد لا يستفيد منه إلا الأجراء، غير الأجراء لا يستفيدون من هذا النظام، وهذه إشكالية كذلك اقتصادية واجتماعية، وبالتالي هي في صلب الإصلاح. إذا الإصلاح فيه جانب ديال التوازن وديال الديمومة، فيه الجانب ديال التطوير ديال المؤسسات وديال التطوير ديال الحكمة، وفيه كذلك جانب ديال التطوير ديال النظام ديال التغطية. تنشوفوا في الدول كلها الإجراءات اللي اتخذت أنه ما دام أنه المدة ديال الحياة ارتفعت في الدول كلها دابا، فأنا تنعتقد بأنه التقاعد ما خصوش يكون على مستوى 60 سنة. تيخصنا نشوفوا من الإجراءات كذلك أنه ربما من الدول القلائلة اللي ما كناش هي الوحيدة اللي تتخذ كتقاعد كتعويض عن التقاعد آخر أجر التي يتقاضاه الموظف. ويأتي النقاش حول ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب في إطار المساعي الجارية للجهات المسؤولة والمعنية بتدبير ملف أنظمة التقاعد للقيام بإصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من القطبين العمومي والخاص وفق ما اقترحته اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.